السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو الأخير من مادة الباودر. وبسم الله الرحمن الرحيم، لما كنا نحضر ركزنا على فقرة أنه أكو باودر نسميه بوتنت وباودر نسميه نون بوتنت. هسه هاي المصطلحين راح نستعملهن بالمصطلح الحقيقي إلهن. يعني إحنا ما كنا نقول بوتنت ونون بوتنت نقصد أنه هذا ممكن ينطي تأثيرات سمية وذاك ما ينطي. هسه راح نستعملهن بالمصطلح اللي هو فعلا موجود بالباودر، مو مصطلحات علمية ومصطلحات فارماكولوجيكال، وإنما أسماءهن الحقيقية. بعض المصادر تسمي أنواع الباودر بالديفايدد والأنديفايدد، زين؟ بس هنا يا جماعة ليش مسمينا؟ مسمينا الديفايدد والبلك. البلك هو نفس الديفايدد، الديفايدد لكن غير مقاس. كلمة ديفايدد يعني المقسوم، من نقول كلمة مقسوم يعني كل شيء بالحسبان. لهذا السبب الديفايدد هو البوتنت، هو اللي يحتوي على الدواء اللي أقل جرعة من يمه ينطينا أكثر تأثير، وبالمقابل إذا صار زوادة شوي ونا بالجرعة ممكن يصير التأثير توكسيك. والبلك لا، هو غير مقسوم أو خلينا نقول غير مقاس، فبالتالي أقدر أستعمله، يعني أخذ راحتي بزيادة شوية نقصان شوية ما راح يأثر لي ذاك التأثير العظيم على المريض. زين، هسه عندنا مصطلحين للباودر، البلك والديفايدد. الديفايدد هو للبوتنت والبلك هو للنون بوتنت. يقول لك هنا شو يسوي المادة الطبية مال الباودر؟ راح يعني بالنسبة للمريض يا اما نخلي له اياه بلك يا اما لا راح نقسمها ونخليها نعبيها على شكل باكيتات. يعني يقول لك هاي الباودرات ممكن التعبئة مالتهم من قبل يعني يجي من الشركات ويجي المصنعات بشكل باكيتات، او لا ممكن الصيدلاني هو يحضرها ويخليها على شكل باكيت. زين، راح نبلش بأول نوع اللي هو البلك. البلك من اتفقنا عليه ايش قلنا؟ قلنا إذا أكثر شوية أو أقل شوية ما راح يأثر بالنسبة للمريض. لهذا السبب هاي بالنسبة لآخر فقرة يقول لك بعض الحالات ما راح نخلي له فديش يسمونه هاي المغرافة الزغيرونة أو الخاشوقة، ما راح نوفرها أثناء العلبة. ليش؟ إن يعني إحنا راح يتم الاستغناء عليها، لأن الجرع مو كلش لازم أكيوريت، وإنما عادي مو مشكل، مو بالضرورة لازم تكون كلش كلش مقاسة بشكل دقيق. زين، يعني هو أكثر شوية وأقل ما راح يأثر، لذلك ما راح نخلي ويا التعبئة مال الباكيت. يعني مثل هاي الحالة ما راح أخلي ويا خاشوقة ولا راح أخلي هاي المغرفة مالته، لأن استغنينا عن هاي الخطوة لأن مو كلش يأثر علي. زين، شنو هي الأشياء اللي راح نعبيها على شكل بلك، اللي يعني الكميات عادي تكون غير مقاسة؟ أول شي جماعة الأنتي أسيد، وهذا مثال واحد، هذا الوحيد اللي لقيته، هذا ياباني. شوفوا هذا هو يعني المريض هو يغرف وهو يختار وهو يذوبه بالمي ونوب يشربه. يعني هذا شلون نقول، هذا يحتمل الخطأ، مو يحتمل، هذا الشيء أكيد الواحد راح يغلط، مو مثل الديفايدد. لا، الديفايدد كل شيء مقاس وكل شيء يعني حسب خطة، ما راح يمشي هيجي شرب لحمية دفلسية، لا راح يمشي عدل. زين، هاي الأنتي أسيد. ثاني نوع هي جماعة اللاكزيتيف، البسيلينيوم. زين، وهذا شيء يقول لك ناخذه ونذوبه بالمي أو يجي على شكل معبى قبل لا الشخص يبلعه. زين، بالنسبة للغسولات الباودر اللي هي الماء سنجل باودر، نذوبها بماء دافي ثم تستعمل الاستعمالات الخارجية. طبعا الرابع اللي هو الثالث هو الميديكيتد اللي تعتبر انتي انفكتيف، تمام؟ يعني هاي تفيدنا ضد التهابات الجلد، ايضا استعمالاتها خارجية. الالتهاب الجلد او التهاب من الفطريات او حسب ما قال الدكتور احيانا تصير بالرجلين ريحة مو طيبة، فاكو باودرات او شيء تمص هاي الريحة، فمن ضمن هاي الاشياء هي الميديكيتد باودر. زين، بالنسبة للمقطع الرابع اللي هو الشي يسمونه هذا، هذا شبيه ميزة انه يحتوي على مكملات غذائية لكن متواجدة على شكل باودر، يعني هي مكملات غذائية وأيضا كومبلكس من الفيتامينات والمكملات الطبيعية. زين، هاي الشغلات الأربعة يتواجدن على شكل بلك، لأن هو يعني مثلا هي المكملات الغذائية، سواء أنت أخذتها أو ما أخذتها أنت ما راح تضر روحك، لكن أنت من تأخذها راح تساعد جسمك، فإذا أنت تزيد بيها شوية أو تنقص شوية ما راح تصير نهاية العالم بالنسبة لجسمك، تمام؟ هاي بالنسبة للبلك. وكما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، قال الدين نصيحة، الدين الإسلامي كله يتجلى بكلمة واحدة من يمك، بنصيحة واحدة من يمك. فشنو التعليمات اللي تنطيها بصفتك كشخص صيدلاني الشخص جاي يستعمل بلك باودر؟
النصيحة الأولى أنت تقله، يعني تقله إنه هذا بلك كوانتيتي، يعني هذا أنت من تغلط يعني لا تخاف ولا تغلط، يعني لا تخاف لأن هو نان بوتنت، يعني ما بي تأثيرات قوية عليك. الشغلة الثانية اللي لازم تعلمها إله تعلمه شلون يعني يحملها ووين يضمها وشلون يقيسها وإذا هي موجودة بالوصفة لو ما موجودة وش وقت يوقف من يمها وش وقت يظل يستعملها. هاي الأشياء كلها أنت لازم تنطيها للمريض. بنفس الوقت لازم تقول له هاي الجملة وين لازم تضمها، تضمها بدرجة حرارة الغرفة وبمكان نظيف ومكان جاف، يعني بين قوسين فوق الثلاجة زين. وأكيد تحمل يعني لازم هذا الدواء ما راح يصير يعني بيد الجهال، يعني مو هي لعابة على مدى تطي بيد الجهال. والنصيحة الثالثة اللي تعطيها إلى أنت راح تعلمه للمريض إيش راح تقول له، شنو نوع الفوليوم اللي راح يستعمله، ممكن مي ممكن حليب ممكن العصائر، أنت تقول له ذوب البطيخ ما فيك بهاي الشغلات، زائد شنو الحجم، يعني تقول له مثلا نص كوب مي بكوب كامل مثلا، تقول له يعني أنت تحدد له نوع وتحدد له كمية السائل اللي راح يستعمله. وأيضا إذا استعملت في هيكل، إحنا متفقين كلمة في هيكل يعني الزوادة اللي زيادتها حتى وصل للحجم المناسب، تقول له شنو نوع الهيكل اللي أنت استعملته حتى صار لك هذا الشكل المطلوب زين. هاي النصائح الثلاثة أنت انطيها للمريض حتى يكون عنده يعني معلومات كاملة عن الشيء اللي جاي ياخذه. هسه نوصل للنوع الثاني والأهم اللي هو divided powder. أول ما سالفنا على كلمة divided قلنا divided مقسوم، يعني كل شيء منظم. إذا نستعملنا البوتنت، البوتنت يعني اللي أقل جرعة من يمه ينطيني أكثر تأثير زين. وإحنا من سالفنا على divided قلنا أكو طريقة واحدة ينطينا divided اللي هي من هي طريقة الطحن التراي تايتريشن اللي نستعمل بها طريقة الجيومتريك ديليوشن. الجيومتريك ديليوشن لما عندي أكثر مادتين أخذ أقل مادة، ولو أخذ كمية متساوية من أكبر مادة وأمزجهم، وإنه بتستمر الطريقة اللي شرحناها سابقا. يقول لك أنت شو تسوي، هذا الباودر مالتك بنسوي بطريقة الجيومتريك، راح تقسمه بشكل جرع مفردة وإنه بتعبيها، يعني تسوي على شكل استخدام واحد زين. ايش راح تسوي هذا الباودر مالتك المقسم، راح تخليه بكميه صغيرونه من خلينا نقول عليه ظرف او هنا يسمونه ورق الباودر زين، تخليه بي على مود تطوي وتغلق على الماده الطبيه مالتك. يعني شوي من تقدم السيدات هاي راح تكون مفهومه اكثر. اهم ميزه واهم فقره بالبوتنت هي هنا يقول لك لازم ياخذ جرعه يتم التحق يعني مقاسه بالنسبه للمريض زين، وانه انت تعبيها ممكن بظروف وممكن بباكيتات. الفكرة مالتي البوتنت واللي هو نفسه الديفايدد لازم الجرعة تكون مقاسة، يعني يمدغي شد بي انه الجرعة اللي اخذها تكون مقاسة ومتحكمين بيها عدل زين. هسه هنا أنا أقول لك أكو طبعاً عدد كبير من يعني تجارياً من الباودرات المحضرة بطريقة الديفايدد اللي هي جماعة وجع الرأس اللي هي الأسبجيك والفولت فاست واللاكزيتيف وجماعة الغسولات. واحد شاطر وفطن ايش راح يقول، راح يقول هاي البلاسين البسلينيوم اخذناها قبل شوية بالبالك لعد ايش جابها هنا. انا راح اقول لك تنبه لي اخي الشاطر، من سولفنا على البالك ايش كان اسمها، كان اسمها بس البلاسينيوم زين، هنا صار اسمها بلاسينيوم وياها هذا المقطع. من صار باعتبار كلمتين صار هنا ديفايدد، ما راح اصنفه على انه هو بلك وراح اصنف على اساس انه هو ديفايدد زين. والشغله الثانيه هي الماس جيل، الماسنجيل قلنا على انه هو غسول للفيجينال، ايضا صنفناه ضمن البلك. لكن اذا تكمل الجمله الاخير باودر باكيت، ما دام توزع على شكل باكيتات ذاك كان لا انت ممكن تكيله بايدك، هذا لا ما دام صار باكيتات اذا صار صنف ديفايدد ما تقدر تصنفه على صنف اللي هو البلك. بس بقت لنا اخر معلومه انه هاي شو يسمونه الفولت فاست، شوفوا المادة العلمية مالتها اللي هي الديكلوفينات، الديكلوفينات البوتاسيوم تقدر تصرفها لجماعة الضغط براحتك، لكن لو صارت ديكلوفينات الصوديوم لا دير بالك تصرفها لجماعة الضغط زين. الفولت فاست يعني مشهور جدا لان هو مسكن للألم مضاد للالتهاب، عادة ياخذونه اللي شي يسمونه مدري جاي يسوون لسنونهم، فياخذونه لان يسكن الألم وبنفس الوقت يوخر الالتهابات. اما الاسبجيك وهذا يعني معروف استخداماته زين.
هسه احنا ركزنا على قضية شلون وشلون نحضره. هسه اكيد راح نجي الطرق التحضير. يقول لك يابا الديفايدد صح الديفايدد خطر وبيبوتنتي، لكن ممكن الصيدلاني يحضره مو نهاية العالم، يعني هذا الفراغ مهم. اعتمادا على شنو اني راح اصنف الطريقة اللي احضر بها الباودر؟ اعتمادا على البوتنسي، احنا حتى الاسم صنفنا على اساس البوتنسي، فاكيد مبدأ العمل ايضا راح اصنف على اساس البوتنسي. بالمناسبة البوتنسي هي نفسها البوتنت والنون بوتنت، لكن المصطلح العلمي مالتها زين. اعتمادا على طبيعة الدواء اني راح اصنف يا طريقة راح احضر بها. الطريقة الاولى وهي الطريقة العلمية وهي الطريقة المضبوطة وهي الطريقة ما بها خطأ وهي الطريقة اللي نستعملها للبوتنت دراج. اوزن تمام الباودر مالتي والنوب باعتبار اعبيه بالورق مالته، لكن ركزوا لي على هاي الفقره اللي هي كلش مهمه. اصغر كميه باودر انك ممكن تعبيها باكيتات، لان احنا بنعبي باكيتات راح يصير ديفايدد، ما تعبي باكيت ما راح يصير ديفايدد زين. فاصغر كميه ممكن تعبيها باكيتات هي 100 ملي جرام، ومثل ما علمونا بالعملي يعني 2 جراين زين. شلون انا عندي ماده هي بس 10 ملي جرام، ايش راح اسوي اذا هي 10 ملي جرام؟ الجواب انا راح اكمل عليها فت فيلر مناسب، خلينا نقول انه هو اللاكتوز ايش بيه راح يكمل لك من 10 تسويها بعد فت 90 لاكتوز وراح توصل الى وزن 100، وال100 هو هذا اللي راح توزنه وراح تعبيه بالباكيتات. اعيد، اقل كميه اقدر اعبيها باكيتات هي 100 ملي جرام. ما قدرت او الماده اللي عندي ما كانت 100 ملي جرام، فت حسابات مطوله احصل بها على كميه اللاكتوز اللي راح اضيفها ويعني اوصل للوزن 100 وبالتالي اقدر اعبي زين. هاي الطريقة الأولى الويتد، هي هاي الطريقة المقاسة وهي هاي الطريقة المستعملة اللي تنطينا البوتنت، تنطينا يعني الدواء الفعال. الطريقة الثانية شو أحسها الضحك اسمها البولك والديفايدد ماثود. هاي شو تسوي؟ يقول لك يجيب الصيدلاني الباودر مالته ويخليه على فص سطح، خلي يكون يعني سطح املس سلاب ما ادري شنو، المهم فد سطح يعني مثل هذا المربع، وعلى شو يسمونه يجيب الباودر مالته ويخليه يعني فد هيجي شلون نقول فد سطح مرتفع يصير بيه فد عمق مناسب، وانه باستعمال الخاشوقه راح يعني راح يقسمه طوليا وانه بيقسمه عرضيا، انه بيجيب هذا المقطع الواحد راح يعبيه بباكيت تمام. وهي هاي الطريقه. فش تقولون هاي الطريقة استعمل بها البوتنت؟ طبعا لا، هاي الطريقة للنون بوتنت اللي راح تكون باستعمال ايدك وبدون استعمال آلات زين. يقول لك هاي الطريقة للنون بوتنت دراج، الصيدلاني راح يجيب الكمية مالته مال الباودرات يخليها على سطح، هذا ممكن يكون بورسلاين جلاس لارج، المهم عنده سطح كبير. باستعمال الخاشوقة ايش راح يسوي الصيدلاني؟ راح يقطع طوليا ويقطع عرضيا لحد ما يوصل الى فد يعني كميات مناسبه من جرع صغيرونه، انه بهاي الجرع الصغيرونه مالته الميديكيتد راح ينقل يفصلها، ومن يفصلها باستعمال الخاشوقه راح يشيها ويعبيها بورق الباودر او ممكن يغلفها زين. عندنا طريقتين، اولا بالاعتماد على البوتنسي مال الدراج سبستنت مالتي، انا عندي طريقتين احضر، ممكن الطريقه الموزونه واللي تنطيني بوتنت، وممكن الطريقه يعني اللي يسمونها هاي البولك والديفايدد اللي تعتبر طريقه نون بوتنت زين. سولفنا على فد قضيه، قلنا ان احنا نجيب الدواء مالتنا سواء انه هو كان شي يسمونه يعني ديفايدد او ان ديفايدد نجيبه ونعبيه بخلال ورق الباودر او ما سميناه بتغليف الباودر. هو شنو؟ يقول لك هي يعني ورقه نغطي بها الباودر مالتنا، وهاي الاحجام مالتنا يعني هاي الاظرف اللي سولفنا عليها قبل شويه، هاي الاحجام. طبعا الاحجام ليست للحفظ بس يعني على مود يعلمك اياها زين. شنو الورقه اللي نقدر نستعمله؟ بصفتنا شعب بسيط ويحب البساطه، اكثر ورق راح نستعمله هو السمبل، الورق العادي هو اكثر واحد نستعمله، لكن عندنا حالات خاصه وبها طن ام سي كيو فضروري تركز وياي، راح ناخذها فد شويه نبين بيها شنو هاي الانواع. عندنا ثلاثه بعد الفيجيتابل، هاي بميزة انه هو شبه معتم، يعني الورقة مالتك هنقول مظلمة شوية، وهاي الميزة مالتها انه هي ركز بها محدود مقاومة الرطوبة زين، محدود مقاومة الرطوبة. والثاني اللي هو الجلايسين نفسه، بس الفكرة انه هو مسقول، نقول مسقول يعني كلش املس، يعني يقول سطحه ناعم مسقول وبنفس الوقت ترانسبورت يعني شفاف، نفس الفكرة عنده كمية محدودة
من الرطوبة، من مقاومة الرطوبة. زين، العزيزة والغالية اللي هي الواكس، الواكس من اسمها الشحمية، الشحمية مو بس تقاوم الرطوبة، لا، المي كلها تقاوم، عندها مقاومة كبيرة للمي. زين، فعلى أساس هاي الخصائص الثلاثة اللي ذكرناها هستونا راح نصنف المواد يا ورقة نغلفها بها. هسه أول شغلة أريدك تعرفها هو هذا آخر مقطع، شو يقول؟ شو هذا اللون؟ إذا كانت المادة مالتك لا فولتايل، لا متطايرة، ولا مادة يعني الإنجريديت مالتك تتأثر سلبا بالرطوبة أو بسبب الهواء، فأنت تستعمل لها البند بيبر، يعني الورق السمبل، الورق العادي مالتك. إذا كانت المادة عادية لا تتأثر بالرطوبة، لا مادة متطايرة، لا بها مشاكل، فأنت تستعمل وياها اللي هو البند بيبر. الحالات الأخرى عندنا مصطلح الهايغروسكوبيك واللي كلنا نعرفه، واللي هو الكلمة الثانية مالته اللي هو دي ليكويسنت، هي هاي. شوفونا هاي مادة الـ NaHCl، شوفوا شلون حليوة وملمومة، وهذه مجرد ما انه تعرضت للجو امتصت رطوبة، ما دام امتصت رطوبة صارت هيك كأنها مايعة، فاحنا الهايغروسكوبيك او مصطلح المادة تصير مائعة، تفقد يعني هيك تصير مايعة. ايش تتوقعون شنو نوعية البيبر اللي راح اغطي بي؟ مو هي مادة تتأثر باعتبار بالرطوبة، فشي اكيد ما اقدر استعمل لها لا الجلايسين ولا الفيجتابل، لان هن عندها نسبة مقاومة محدودة للرطوبة. فانا ايش راح استخدم؟ راح استخدم الواكس بيبر، استخدم المادة الشمعية، لان المادة الشمعية عندها مقاومة كلش كبيرة سواء للمي او سواء للرطوبة، وهيك افضل. الباودر مالتي من راح اخليه ببطنها لا راح ياخذ من المحيط الخارجي شيء، ولا هي الورقة نفسها راح تأثر عليه. زين، فايش يقول لك؟ يقول لك احنا احيانا نغطي طبقتين من هاي الورق الشمعي، يعني على مود كلش افضل، ما راح الماده تتاثر بالرطوبه. ونو شو اسوي على مود الجماليه، على مود الانستيتيك، ايش راح اسوي؟ راح اغطيها او اغلفها بورق اللي هو الابيض، هذاك اللي سولفنا عليه قبل شوي اللي هو السمبل، يعني طبقتين شمعيات، ونو بالطبقه الثالثه اللي هو البند بيبر، يعني الورق مالتنا العادي. زين، على مود يصير حلو. بس نسيت يعني ابين لكم في القضيه شنو، الله اعوذ بالله من غضب الله، ايش يسمونه، على يا اساس اني اختار او الورقه اللي اغطي بها؟ مثل ما اتفقنا على طبيعه الباودر، شنو طبيعه الباودر مالتي؟ اني راح انطي فد ورقه. هسه اول شيء عرفنا ان الماده اللي تمتص الرطوبه او الماده اللي تصير مايعه استعمل لها الواكس. زين، الماده الثانيه اللي هي يقول لك اذا عندك ماده شبيهة عندها كميه محدوده ضد الرطوبة، فيا هو راح نستعمل أكيد إجبالك اللي هو الجلايسين والفيجتابل. ليش؟ لأن هن عدها نسبة محدودة من امتصاص الرطوبة، فإذا عندي مادة عدها نسبة محدودة من امتصاص الرطوبة أعطيها يا الفيجتابل يا الجلايسين. عدى هاي الحالة ما راح أستعمل ورق الفيجتابل ولا الجلايسين. زين، بس أولي شوفوا هاي، أولي فقط 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 باللي عدها كمية محدودة من امتصاص الرطوبة استعملها جلايسين والفيجتابل. بقت لنا آخر حالة اللي هي ممكن المادة مالتك تكون فولتايل. إذا المادة مالتك متطايرة شو تفضل تستعمل لها؟ أحسنت يا الجواب، الجواب استعمل لها الواكس. ليش؟ لأن الواكس راح يلزم المادة مالتك وما يسمح لها تطلع. وأيضا وهذا الشيء للأسف ما فهمتش معنا مستخدمين الجلايسين، الجلايسين والواكس هن ذن الاثنين استعملهم بحالة أن المادة متطايرة. زين، يعني هنا يقول لك اونلي نستعملها فقط للي عندها كميه محدوده من امتصاص الرطوبه، والمقطع الجو يقول لك تستعملها للماده المتطايره. تناقض تناقض. المهم هاي حفظوها الفقره، انه الجلايسين الوحيد بالاضافه الى الواكس يستعملنا بتغليف الماده الفوليتايل. بطريقه سريعه جدا راح نعيد هذا السلايد. اول شيء على يا اساس انا راح اصنف شو استعمل للماده بيبر على اساس طبيعه الباودر مالتي. اوكي تمام، اذا الماده لا فوليتايل ولا ماده تتاثر بالرطوبه ولا ماده تتاثر سلبا بالهواء، فاستعمل لها الورق العادي مالتي اللي هو البن بيبر. زين، الماده اذا تتاثر بالرطوبه او انه هي تصير مايعه ويا الجو او انه هي فوليتايل يعني تتطاير، تلقائيا نستعمل وياها الواكس. زين، الماده التي لها كميه محدوده من امتصاص الرطوبه هاي نستعملها جلايسين والفيجتابل. والكلمة الثالثة اللي قلنا عليها مميزة انه الجلايسين بالاضافة الى الواكس يستعملها بالفوليتايل، وهاي معلومة ما لها داعي. يقول لك انه احنا احيانا نغلف طبقتين من الشمعي ونو بنخلي الطبقة الثالثة على مود يصير حلو باعتبار اللي هي البند بيبر. زين، ها
هسه يقول لك احنا كل شوي نقول نطوي ونغلف ونستعمل ورق البيبر. هيا شنو الطريقه؟ امشونا لليوتيوب يعني بلا فضائح. اول وحده شوفوها، هاي اول خطوه لاي طالب يسويها، يسوي السرعه في 2. باو باو على الفيديو لان هو اكيد ما راح يجيب لك اياها بالوزاره، بس افهم افهم. شوفوا اول شيء ايش سوى، طبقها من الجانب اي من الطبقه، خلينا نقول الطبقه مالته كانت 0.5 انش، طبقها مره ثانيه على مود يتاكد. جاب هاي العلبه اللي كان يقيس عليه اللي راح يخلي بيها هاي الباودر مالته، قاس عليها من الحافات على مود يطبق الورقه مالته كلش زين. تمام، قاس عليها وانه طلع الحافات الزايده وسماها انه هاي الحواف. هسه ايش راح يسوي؟ راح يفتحها ويخلي الباودر بالنص مال هاي الورقه، بالسنتر مال هاي الطبقات مالته. When filling a paper, unfold the paper and put the drug in the middle section. Refold the paper and put in the box. رجع طواها مرة ثانية. It is a good idea to fold one paper. هاي أهم فقرة من راد يرجعها للعلبة اللي راح يضمها بيها. ايش سوى؟ الطبقتين الزائدتين هذين الاثنين كون يصيرن أمام الناظر يعني قدامك، وباعتبار ذيك اللي صارت ما بيها شيء راح تصير خلف الناظر. Simply, this allows you to fold all the papers at once. زين كملنا. شوفوا ان هذا مو كلش، هذا الامريكي مو كلش فهمنا. نروح على الثاني اللي هو هذا الهندي. تاكل دكتور دورا، يلا بقى. ما سوى شيء، مجرد انه هو طبق الطبقات، ولا تنسون انه هو طبق مرتين على مود يتاكد ان الباودر ما راح يروح لا يمنى ولا يسرى. هنا نقاس بالنسبة للحواف اللي يعني للعلبة اللي راح يخلي بيها. صارت لنا بهذا الشكل. هسه من راح يفتحها الباودر مالته يخليه بالنص مال هاي الورقة. شوفوا بالسنتر خلى الباودر، وانه راح يرجع يلفها مرة ثانية وانه بيراوك اياها. شكرا عمو، انا اعطيك لايك. نرجع شغلتنا. هاي يا جماعه فهمتوا؟ هسه راح نقرا السلايدات وعسانا لا نقراها. يقول لك اول شيء تخلي الورقه مالتك على فص سطح، والنوب راح تطبق حوالي 0.5 انش من جانب واحد من هاي الورقه. كل الاوراق اللي عندك تسوي لها بهاي الطريقه على مود تضمن انه انت راح توصل في الطريقه يعني موحده من ناحيه الورق مالتك. هاي يقول لك اول خطوه. الخطوه الثانيه شو تسوي؟ توزن يعني الباودر مالتك، ورا ما وزنته تخليه بالنص يعني بنص هاي بالسنتر مال هذا البيبر اللي انت طبقتها قبل شويه. النقطه الثالثه طبعا الثنين ما سووهم الدكاتره، ايش سووا هذول اللي قبل شويه شغلناهم الامريكي وذاك الهندي، ايش يسوونهم؟ ورا ما طبق يلا راح يروح على الحافه يطبقها ويدخل بيها، يعني هو مو كنا احنا طابقين من البدايه، راح يروح للطرف البعيد ويدخله بهذا الطبقه. زين يعني الطرف البعيد من البيبر يدخله بهاي الطبقات اللي كان مسويها. هم سووا طبقه من جانب واحد، هو الظاهر من جانبين. زين يقول لك هسه شو تسوي؟ تروح بالنسبه للهاي اللي خلوها على الباكيت وطبقه والزايد، هو هاي الفقره هنا انه راح قاس على كل ورقه وطلع الزايد من يمها، ويقول لك كون يعني اللي تحذفه يعني الزايد من هنا ومن هنا نفس اللي اخذته اول مره. احنا اخذنا 0.5 انش نرجع ناخذ 0.5 انش. هسه هنا ايش سوى؟ يقول لك اخذ فد شيء قياسي استعمله على شكل كونتينر، ومثل ما لاحظتوا انه الدكاتره هناك ايش سووا؟ استعملوا اي شيء علبه عاديه وقاسوا عليها، اخذوا باعتبار الابعاد مال الورقه وانه طلعوا الزايد من يمها.
زين ما بي شيء جدا ما بي شيء نفس بس اخذ القياسات بس هنا انا كاتبها طويله وعريضه وهاي باعتبار اهم فقره قلنا انه الطبقتين الزايدات اللي هنا هذين الثنين اللي قسناهن من الحافه يكون يصيرن بالتوب يعني قدام الناظر وفي حين الطيه باعتبار العدله اللي ما بيها زياده راح تصير خلف الناظر زين يعني احب اصدمكم واقول لكم هاي الطريقه ما نستعملها ابد تمام ابد ما نستعملها ليش لان احنا حاليا جيل متطور نستعمل هاي الورقه العاديه يعني هاي خلينا نقرا سلايد بالنسبه لليوم اللي هو هذا العلم الحديث يجي لك على مود راحه يعني لا تتعب روحك وتقيس وتوزن وما ادري شنو وعلى مود يصير مظهر موحد ينطيك فد شيء جميل الصيدلاني حاليا يستعملون السيليفون او يستعملون هاي الماده البلاستيكيه يعني اكيد كل احنا نعرفها هاي الاوراق هيك صغيرونه هاي الاوراق بها ميزه اول شيء ايش يقول لك يقول لك انه هذه يعني نطوى بها الباودر ونغلق عليه اكثر يعني بعد ما نستعملها ولا نستعمل طريقه الباودر بيبر يعني ورقه البيبر العاديه اللي شرحناها قبل شويه هاي الطريقه البلاستيك ليش نستعملها اول قضيه انه هي مقاوم للصدى فهاي راح تفيدك لا تشوف نسبه ايش قد الماده تقاوم ولا ما ادري شنو الشغله الثانيه ينطيك فد مظهر موحد جميل الفكره الثالثه ان الباودر مالتك ما راح يهرب من يعني محكمه الاغلاق نتيجه انه هي محكمه الاغلاق ما راح يعني شلون تخسر ماده من الباودر مالتك زين هاي فد يعني حاليا احنا نستعمل هذه وانه بشكل لك نادرا جدا هاي نادرا انه احنا نستعمل طريقه البيبر يعني القصدي اي طريقة الباودر اللي نعبيه على شكل ورق هاي الطريقة اللي الباودر نعبيه على شكل ورق نستعملها بس بالمؤسسات البحثية وبالمؤسسات اللي يعني يسوون بها تقارير وما ادري شنو يعني تقدرون تقولون يستعملون هاي الطريقة فقط بالدراسة اما بالطريقة عملية وكبيع وشراء لا احنا نستعمل البلاستيك او السيليفون زين هسه واخيرا اتذكر ينطيك مثال على يعني شو يسمونه على الباودرات انطاك هذا المثال اللي هو الموفيكول الموفيكول علاج يستعمل للكونستيبيشن اما هنا هو كاتب لك اسمه الثاني منظف للقولون باعتبار قولون كلين هسه باعتبار الجزء الثاني من محاضرتنا اللي هو الجرانيول احنا من سولفنا على الجرانيول ايش قلنا مو دائما البارتيكول كلش صغيرونه هي تفيدني لان هم بيها سلبيات وانما انا احيانا احتاج الى بارتيكول تكون بعض الشيء كبيره على مود استعملها استعمالات اخرى زين ايش راح نسوي نجيب الباودر او ميكس من الباودر ويعني يصير بيه تجمعات او تراكمات راح يعني ينتج لنا موضوع جديد اللي هو الجرانيول الجرانيول اللي هي الحبيبات يعني احنا يمكن رويناها بالسلايد الاول فت صوره لها اي الجرانيول يكون الشكل مالتها غير موحد بالمناسبه هذا الشكل الموحد يقول لك يعني طبقا لتطبيقها يعني الشخص يريدها انه يعني من يريدون يشتغلون ما عندهم فرق اذا كانت انه هي موحده او غير موحده يعني هو يقول لك اعتمادا على طريقه تطبيقها هم مسوينها على الميش سايز تكون مختلفه زين يعني يقول لك يكون شكلها دائري شوفوا الميش سايز مالتها قلنا الميش سايز يعني هاي قلنا هيك وتعبر من يمها اذا هو من 4 الى 12 يعني الفتحات كلش صغيرونه بعد مو الفتحات صغيرونه عدد الفتحات راح يكون عندنا صغيروني ما دام عدد الفتحات صغيروني يعني الباودر اللي راح يعبر او خلينا نقول الجرانيول اللي راح تنتج لنا ايش راح تكون لارج ليش لان العلاقه عكسيه ما بين الميش سايز وال حجم البارتيكل مالتنا زين هسه هنا أنا مش ذاكر لك جاي يقول إنه يعني عندنا أشكال مختلفة من هاي الميش سايز اعتمادا على الطريقة اللي أنا راح أطبقها بيها هسه هنا أنا راح نعرف إحنا ليش درسنا الباودر قصدي الجرانيول يعني خلنا نضل على الباودر ونستعمله بالشغل مالتنا راح نشوف الخصائص مالته أو خلنا نقول الفوائد مالته على مود نعرف كل إحنا سامعين بنظرية هذا برج بيزل مدري إيزل المائل هذا العالم من صعد وشمر حجارة كبيرة وريشة ولاحظ هاي تنزل سريع وهاي بطيئة يلا نزلت نفس الفرضية هنا من ناحية التدفق مال الباودر والجرانيول الباودر من تجي انت تشمرها راح تروحي منها راح تروحي يسرى راح تتأخر يلا تنزل في حين انك من تشمر يعني فد جرانيول لا هاي رأسا بخط عدل وراح تنزل بالمكان اللي انت محددها به فأول قضية بالنسبة للجرانيول هي انه عندها تدفق احسن من الباودر هذا التدفق يفيدها بعدة خصائص
زين، من ضمن هاي الخصائص انه هي تفيدنا بقضية انه هي تصفى عنا التابلت. احنا نعرف الجرانيوم من تنضغط زيادة عن اللزوم تتحول الى تابلت، وبالتالي يعني هاي سوينا منه صلد دوزج فورم ثانية، يعني صنعنا مادة ثالثة، ما ظلينا على الباودر ولا الجرانيوم، وصلنا شيء ثالث. الشغلة الثانية من سولفنا على الباودر، قلنا الباودر بهاي خاصية الدست اللي هي البخار او الغبرة او هاي المادة اللي مثلا من انك تنقل شيء اكو شوية راح تصعد على وجهك، هاي انه بتخسر شوية من الباودر. بالجرانيول ما متوفرة، يعني الجرانيول ابد ما يخسر من المادة مالته، عنده قدرة على التحكم بالجزيئات اللي تنحذف. ليش؟ لان هي جزيئة كبيرة، يعني ما راح يخسر منها شيء، مو مثل الباودر. الباودر لا، يعني يصير بها غبرة ويروح منها. زين، ثاني نقطة ذكرناها هسه وهي الحكي مالتنا، قلنا انه الجرانيول عندها القدرة، انه هي تنضغط. عندها القدرة انه هي تنضغط، ما يعني زايد عليها بالضغط عادي تنضغط. فسبحان الله، نفس طلاب الصيدلة، مو مثل الباودر، لا، الباودر من تضغط عليها تبف بوجهك، يعني هيك تكب عليك، ما تنجمع، ما تنضغط. تمام، هسه الخاصية الثالثة، اهم فرق واهم اختلاف ما بين البارتيكل والجرانيول، قصدي الباودر. الباودر ايش بيه ميزة؟ عنده انكريز بال سيرفيس اريا، بس عنده ديكريز بيمن بالبارتيكل سايز، مو صحيح؟ جزيئاته كلش صغيره. حتى بالمحاضره الاولى حكينا هواي عن انه شلون نسوي ديكريز للبارتيكل سايز معناتها. زين، عندها يعني بارتيكل سايز صغيرونه بس سيرفيس اريا كبيره، على العكس من يمها الجرانيول. لا، الجرانيول عندها بارتيكل سايز شبيهة كبيره بس سيرفيس، هاي سيرفيس اريا شبيهة قليلة، لأن إحنا نعرف كل ما زيد البارتيكل سايز تقل السيرفس أريا، لأن العلاقة عكسية. زين، هاي أول فد نقطة. النقطة الثانية، تتكون قانون جيبس، هاي الطاقة الحرة جيبس فري إنيرجي دلتا جي، شو يساوي لنا؟ دلتا أي، وهاي اللي بالمقلوبة. هسه هاي اللي بالمقلوبة اللي هي السيرفس تنشن أو الانترفيشال تنشن، خلنا نعتبره إنه هي ثابت. تمام، هاي إذا عدنا إياها ثابتة، هذه إيش راح تصير العلاقة؟ طردية، بحيث اذا صار عندك زياده بالسيرفس اريا، الشي يسمونه دلتا جي مالتك راح تصير ايضا زياده، وراح يصير الناتج مالتك موجب. اذا الناتج موجب راح ينطيك ان ستيبل، مو صحيح؟ اذا البارت السيرفس اريا اللي عندك اياها صغيرونه، بالتالي دلتا جي ايش راح تكون؟ صغيرونه. اذا دلتا جي صغيرونه، الناتج ايش راح يطلع لك؟ بالسالب. اذا بالسالب يعني ايش بيه؟ يعني ستيبل، يعني ستيبل ايش بيه؟ مستقرة الوحدة، ما يميل إلى أنه هو يلتحم ويرتبط وما أدري شنو على مود يوصل روحه لحالة الاستقرار، لا، هو بالأساس مستقر. زين، ليش مستقر؟ لأن الجزيئات ما تشبيهها كبيرة، ولأن الجزيئات كبيرة البارتيكل سايز مالتها، السيرفس اريا مالتها صغيرونة. تذكرون بالإمولشن من سولفنا عليه، قلنا إنه هو انستيبل، يعني هو بطبيعة حالة انستيبل. ليش؟ لأن الجزيئات مالته بالمايكروغرام، بالمايكرو، هذا منتجي بالمايكرو وين، ومنتجي حبيبات كبيرة تنقاس بالجرامات وين. المايكرو البارتيكل سايز مالتها صغير، بالتالي السيرفس اريا عالي، بالتالي الدلتا جي عالية. زين، في حين هنا سالفتنا الجرانيول، لا، البارتيكل مالتها كبيرة، بالتالي السيرفس اريا صغيرة، بالتالي الدلتا جي صغيرة، بالتالي ستيبل، بالتالي لا تميل الى ان تسبب لك كيك هاي مال تنجمع، ولا تسبب لك مشاكل ورا ما تسوي لها ستاندينج. زين، نعيد الخرطة اللي قلنا، انه السيرفس اريا صغيرونة، وعرفنا ليش؟ لان البارتيكل سايز مالتها كبيرة. زين، فبالتالي نعطيها انه هي مور ستيبل من ناحية خواصها الفيزيائية والكيميائية اكثر من الباودر. طبعا هذا المثال ذكرنا يا دكتورنا، ايش قال؟ قال هسه احنا من عندنا فد ترابه، الحمد لله مثل جونا اليوم، على مود لا يعني يغبر علينا او يسوي غبره بالجو، شو نسوي؟ نرشه بمي، يلا نجي نكنسه. ليش؟ لان من صار جرانيول، كان باودر وصار جرانيول، الجرانيول راح يتجمع، ومن يعني يتجمع ينطيك بارتيكل سايز كبيره، يعني تقدر تتحكم بها. زين، هاي خاصيتين. بالنسبة للخاصية الثالثة مدى الرابعة، شو يقول لك؟ أول شيء خلوح لهاي الصغيرونة، أموت على الزخار. البارتيكل سايز عندك القدرة إنك تتحكم بالشكل النهائي مالتها. بالنسبة للبارتيكل بالباودر من سولفنا عليه، يمكن 4 عمليات حكيناهن على مود تقلل هاي، وعلى مود نسوي هاي من شابها، وعلى مود نوحد. أما هنا لا، مجرد إنك تختار ميش سايز،
مناسبة. وأنا مختار هاي الميش سايز، يعني تقدر تعبر من خلالها البارتكل الجرانيول اللي الحجم اللي أنت تخليه، فبالتالي يطلع لك حجم واحد أنت محتاجه. زين، يعني القضية كلها بكيفك أنت تتحكم، مو مثل الباودر. هسه واحد ذكي راح يقول هسه هنا تقولين ينطينا شكل موحد، وهنا قلتي ينطينا شكل غير موحد. أجا أقول لك أقرأ آخر سطر، شنو؟ اعتمادا على تطبيقها، كيف أنا أريد أسويها ما منظمة، كيف إذا أريد أسويها منظمة. زين، هسه بالنسبة لهذا المقطع الكبير، طبعا الشاطر اللي يقرأ لي هاي الكلمة كاتبتها عود ملاحظة، وهسه صار لي شقد تهجى بيها ما جاي تطلع لي، فخليها مو مفيد. لو كان خيرا لفقط. هسه اريد اقول لكم في القضية، انت اذا تريد تحصل على ديسوليوشن سريع، يعني التفكك مال المادة مالتك سريع، تلقائيا نسويها بشكل باودر. وقلنا مثل يا مثال مثل جماعة الأزمة، قلنا لازم التفكك مالتهم سريع على مود ينطي مفعول ثاني سريع. ثاني قضية، إذا تريد سليوبلتي عالية أيضا تسويها على شكل باودر. ليش؟ لأن قد ما صغيرونه حتمشي بسرعة، ومن تمشي بسرعة تذوب بسرعة، بسرعة تفتك المفعول مالتها سريع. زين، لكن هاي خواص إذا أريد أوفرها بالباودر. هسه بالنسبة للجرانيول، شنو الميزة الحلوة بها؟ الميزة الحلوة بها نتيجة انه هي كبيرة، يعني الجزيئة خلينا نقول هي شي، نتيجة انه هي كبيرة راح تقبل انه هي تتأثر بالسولفنت اللي انت خالق لها، مو مثل الباودر الجزيئات راح تطفو بالسطح. واضرب لكم مثال، تذكرون بالسسبنشن من كنا نخلي سسبندنج ايجنت، لان احنا عندنا بارتكل هنا ما تقبل تمتزج ويا المي وترجع تصير على السطح لفوق، فاحنا نخلي سسبندنج ايجنت وسرفكتنت وما ادري شنو على مود يقلي سوي ديكريز للسيرفيس تنشن، وبالتالي يمتزجن الباودر ويا المي. هاي الخاصيه موجوده بالباودر، ان الباودر من النوع الماء ينطروحه للمي. ليش؟ لان الجزيئه صغيرونه، فنتيجه ان هي صغيرونه تطفو، ما يعني تغوص لي جوا. الباودر لا عيني هاي الخاصية السلبية ما بي، بالعكس انه هو بسهولة يعني يترطب بواسطة السولفنت اللي انت خالق له. هذا الخرط كله اريد اوصل لك الفت فكرة، شنو عندنا بعض مثلا هاي الامبسلين اللي هي المضادات الحيوية، شبيها غير مستقرة اذا تخليها بمحلول مائي. والحل، الحل احنا نسويها على شكل جرانيول، تمام، نخليها على شكل حبيبات، وبالتالي ونخلي وياها مي نقي، ونأمر البيشنت نقول له انه ذوب هذا بهذا على مود تحصل على مستقر، تمام، مستقر لمدة خلينا نقول سنتين ثلاثة، مو مثل الاخ هنا يستقر يعني اذا ظل بالليكويد دوزج فورم ايش راح يصير بيه، خلينا نقول شهر ويفسد المحلول مالتك. زين هسه سؤال، انت من سويتها على شكل جرانيول يعني حبيبات، راح تظل مستعمل بس الباودر ورا ما جمعته وصار على شكل جرانيول، يعني بس الاكتيف انجريدينت؟ لا، لان بعد ما دام راح تشوفه عينك فلازم تراعي بيها هاي الخواص. مثل ايش؟ انه تسوي لونه حلو، هسه شوف هاي ايش قد حلوه وتلفت النظر خصوصا هاي. زين، وتخلي بيها فليفرن يعني طعم، لان باعتبار راح تنشرب، بنفس الوقت تخلي بيها الاشياء الاخرى الصيدلانية الاخرى، مثل انه هي تسوي هاي يسمون الكوسولفنت وما ادري شنو، يعني تخليها مستقرة وتخليها ما تتفاعل ومن هاي الكلاوات. زين، فهي هاي السبب، فيقول لك هذا ضمن الليكويد دوزج فورم، يعني هاي الخواص الخمسة متوفرة بالباودر بالقصد الجرانيول، هو هذا السبب اللي خلانا ندرسها ونتعمق بدراستها، وبنفس الوقت تفيدنا بهواي استعمالات، إن شاء الله يكونون سهلات. هسه راح ينطينا أمثلة على يعني أنتيبايوتيك هاي شبيهة غير مستقرة بشكلها المائي، فاحنا ايش راح نسويها؟ راح نسويها على شكل جرانيول ونخلي وياها مي، ونقول له ذوبه بالمي قبل الشرب. زين، انطاك مثال، اول واحد هذا كلارا ثمايسين، هذا اللي يعني مضاد اللي يسمونه للبلعوم والتهاب اللوزتين الحاد وما ادري شنو يفيدنا. اما بالنسبه للاخ هنا الاموكسيلين والجلافينيت، هذا اتوقع انه ينطونا جماعه الالتهاب اللي يصير بالسون. ثالث نوع ماكو علاقه ما يعرف، هذا اليوريكال، اليوريكال يفيدنا بشي يسمونه اللي يعني يسمونه التهاب الجهاز، يعني يصير حصوه بالجسم. زين، هسه هاي المعلومه ذكرها قبل شويه، يقول لك انه هي ما تحتوي فقط على الماده الطبيه، وعرفنا ليش، قلنا لان هي بعد راح تنشاف، يعني راح تصير مظهريا قدام الشخص، فلازم اراعي اللون مالتها والطعم مالتها بالاضافه للاشياء الصيدلانيه الاخرى. زين، يقول لك هاي الجرانيول انه احنا قايسينها وموزنينها بس بكيفك، اذا تريد تذوبها بمي باشياء اخرى، خلينا نقول يعني مي لبن قصدي حليب، اشياء السيليلاك، يعني اي شيء سائل، عصير مثلا. هذا النوع ابد ما سامع به هو انه جرانيول
الرش على الأكل ما سمع به أبد. والنوع الثالث اللي هو اللي ينوكل مباشرة. زين هذا أنواع على الجرانيول اللي هي باعتبار حبوب القرط، يعني هاي الحبيبات العادية. زين هسه شي يقول لك، يقول لك الجرانوليشن يعني هي العملية اللي الباودر من خلالها يتحول إلى جرانيول. يقول لك أحيانا ورا ما سوينا جرانيول نعبيه على شكل تابلت، مثل إيش؟ مثل الزنتاك ومثل الموتي فيتامين. هاي يقول لك حلها بالماء قبل الاستعمال، وهذا كل احنا نحبه قبل، انه هاي اول ما تخليها بالماء يسوتش. زين فسهلة. هسه شنو الطرق اللي من خلالها نحضر جرانيول؟ قبل شوية اخذنا نحضر الباودر، هسه راح نحضر الجرانيول، وراها راح ناخذ نحضر الفوارات. بالنسبة للجرانيول اول طريقة اسمها الويت، من اسمها ويت يعني سالفة راح نرطب او راح نبلل البارتيكل اللي عندنا اياها على مود يتحول جرانيول. يعني شنو يقول لك؟ هاي الطريقه انه انت تجيب الباودر او الميكس باودر مالتك تخليه يعني ترطبه باي طريقه، وراها تعبره خلال ميش سايز مناسبه وينطيك الوصف الحجم اللي انت تريده، يعني ما بيها اي صعوبه حتى ما بيها خيال. هاي شي سوينا وراها يعني هذا الباودرات الجرانيول اللي طلعت لك تخليها بصواني جافة، أو الصواني تعرض عليها هواء، أو تخلي جواها خلينا نقول مصدر حراري حيسخن. وأثناء هاي الفترة أنت يعني تحرك بالجرانيول اللي عندك. ليش؟ إحنا نريد الجزيئات يلتحمن، صحيح الباودرات يلتحمن ويطلع جرانيول، بس مو لارج موس، يعني نشوف صار التحام كبير حاول تفصل بيناتهم، يعني بيسمونه بالخاشقة اللي يتحرك بها. زين على مود تمنع التساق الجزيئات الكبيره. هسه هاي في الطريقه. عندنا طريقه ثانيه ايضا ويت ميثود، لكن اسمها فولد بيت بروسس. هاي شنو هي؟ شوفوا ان هاي الصوره، طبعا هاي الصوره مو حرفيا بس تقريبا نفس الفكره. تجيب الباودر مالتك تخليه هنا، من تخليه هنا موجود عندك ليكويد اكسبيانت، يعني موجود به فد شو يسمونه مواد تساعد على انه تخلي البارتيكل مالتك منتشرة ومتعلقة خلال هذا الوسط السائل اللي هي موجودة بي. انه بشي تسوي؟ انه ينتذب عليها فد رذاذ مي اللي هي هذا الني، ورا ما تذب عليها مي البارتيكل راح تثقل باعتباره وتنزل لك لجوة. من تنزل لك لجوة تاخذها، ورا ما تاخذها تسوي لها فد تجفيف معين، هاي ورا ما تجففها ينطيك البارتيكل سايز اللي انت تريده. بس بالمناسبة اللي ينتجنا بهاي الطريقة تكون شوية يعني جسيمة بعض الشيء، بها نوع من الكبر. زين هاي طريقة الويت، من اسمها ويت يعني راح نبلل. فهسه هاي طريقة تبليل مباشرة للبارتيكل مالتك وانه بتنقلها، اما هنا لا تخليها بفت كونيكل شيء مخروطي وتخلي البارتيكل مالتك تتعلق، تذب عليها مي اللي يطلع تجففه وفضت راحت. زين هسه بالنسبة للدراي ميثود، كلمة دراي يعني جاف، فمن كلمة جاف يعني ابدا ما راح استعمل مي. يعني ايش راح اسوي؟ اجيب البارتيكل مالتي او مجموع البارتيكلات اللي عندي اخليها في فد آلة، هاي الآلة تظل تفتر 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 لحد ما تصدر سطر للبارتيكل وتخليه ينجمع ويا اللي بصفه باعتبار، ورا ما انجمع راح تنقل الآلة اللي هي آلة اللي تنطينا اياها الجرانوليشن، يعني تنطينا اللي شو يسمونه الحبيبات. هي قبل شوية كانت باودرات صغيرونة، من تجمعت نتيجة عملية الفر صارت بارتيكل صغيرون، صارت جرانيول. هسا نرجع للبقرة، هاي الفقرة الصغيرونة البقرة. اخ اخ، المهم هاي اللي يسمونه العملية تقول لك احيانا تطينا فايل، مو احيانا شيء اكيد. ليش؟ لان هي بس راح تفرها، يعني ماكو عملية ضغط، ماكو عملية تجمعهن سوية، ماكو عملية ترطبهن، بس عملية فر. فيقول لك تنطيك بارتيكل صغيرونة. زين شلون البارتيكل الصغيرونة بها ميزة انه هي ما تنضغط، وهو هذا السبب اللي خلانا نسوي الجرانيول، الجرانيول ينضغط. هاي الباودرات الصغيرونة ما راح تقدر تنجمع وتسوي لنا جرانيول، والحل شنو؟ هاي الباودرات ارجع افصلها وانه باجمعها مره ثانيه وانه برجع اعيد العمليه لفوق مره اخرى. زين انا مود يعني باعتبار تكبر شوي ون البارتيكل. شوفوا لنا يقول لك اكو بديل بالنسبه لعمليه هاي عمليه الجافه اسمها السجلينج. هاي العمليه شبيهه بعض، يسمونها العملية الرخيصة ويسمونها عملية الضغط ويسمونها عملية للمواد التي يعني تتلف بالحرارة، تقدر تستعملها بهاي الطريقة. هاي شو تسوي؟ شوف يقول لك احنا راح نضغط الباودر او مجموع الباودر مالتنا على شكل تابلتات كبيرة ونعرضهن على ضغط، بس شوف من 8000 الى 12000 برجر،
يعني غصبا ما عليها صارت تنضغط. ورا ما راح يعني تنضغط بهذا الشكل القوي كلش، راح ينطيك انه فد يعني حبيبه شو تكون مسطحه، والديميتر مالتها 1 انش. هذا الرقم ترى ضروري تحفظونه، انه 1 انش يساوي لنا 2.54 سنتيمتر. زين، فينطيك هذا الشكل الكبير، وبالتالي صارت لك هي هاي الجرانيول مالتك، وانت تقدر وراها تعبرها او تمشيها بميش سايز، يعني تخليها بفد سايز يناسبك انت، وينطيك التابلت او الجرانيول اللي انت تريدها. زين، هاي نفسها الدراي ماثود، يعني اقصد مو بس آلة تفتر مثل الدراي ماثود العادية، لا، وانما وياها ضغط. فمتأثر متأثر عليها ضغط ينطينا هاي المواصفات اللي ذكرت هنا. يلا هسه بالنسبة للفوارات باعوا، هسه هنا جاي يقصد الفوارات اللي متواجد على شكل تاب يعني مكبوسة. زين، ما يقصد الفوارات اللي هي يعني اعتبار الحبيبات الباودر العادية رأسا تخليها وتشربها، لا، هذه اللي تتواجد على شكل تاب مثل ملتي فيتامين قبل شوية. هسه احنا بصفتنا نحب نفهم ما ندرخ، اول كلمة كاتب لك اياها كاتب يعني الإفلورسنت جرانيليتد سولت. احنا نعرف السولت زائد المي يعني او وجود المي ايش راح ينطينا؟ التفاعل العكسي ينطينا يا اما اسيد زائد بيس. زين، يعني هسه السولت من يتواجد بمي ينطينا حامض او قاعد، او خلينا نقول تفاعلات ما بين حامض وقاعد. نفس الفكرة هنا، انت عندك هذا السولت مالتك، ايش راح تسوي؟ راح تضيف المي. لما نضيف المي راح يصير تفاعل ما بين الحامض والقاعد مالتك الاسيد اند بيس، وبالتالي ورا ما يتفاعلن الحامض والقاعد الناتج مالتك راح يحرر لك CO2. يعني هاي الفقاعات اللي تطلع لنا ورا ما شو يسمونه، ورا ما نخلي الفوارات مالتنا، هي عبارة عن مغادرة هاي الفوارات اللي اقصدها، يعني عبارة عن مغادرة CO2 نتيجة تفاعل الاسيد اند بيس رياكشن. زين هسه احنا قلنا اسيد وبيس، ما هو الاسيد والبيس اللي احنا استعملناهم خلال هذا الخلط مالتنا؟ الجواب هنا شوفوا، بالنسبه يعني هو اكيد راح نستعمل جرانيول، واذا مو جرانيول فهو بارتيكل باودر، بس الباودر يكون كورس او فيري كورس. احنا نعرف الكورس والفيري كورس هن اكبر رقمين موجودات بالباودر. زين، هن هذين العوامل الطبيه مالتنا. بالنسبه للقواعد راح نستعمل صوديوم بيكربونات، اوكي، هذا القواعد. بالنسبة للحامض ايش راح نستعمل؟ سيتريك اسيد وتارتاريك اسيد. احنا متعودين صراحة واحد قاعدة يقابله واحد حامضة، هسه ليش قاعدة قابلنا اثنين من الحوامض؟ الجواب موجود باخر فقرة، يقول لك احنا سوينا خبط ما بين السيتريك والتارتاريك اسيد. ليش؟ لان اذا استعملنا التارتاريك الوحدة يعني سولو الوحدة ايش راح ينتج لنا؟ راح يخلي البارتيكل مالتك من النوع اللي هشه واللي تفقد يعني تفقد قوتها بسهولة، اوكي. واذا استعملنا السيتريك اسيد الوحدة راح ينتج لك يعني بعض السيتريك اسيد بجزيئة مي، تمام، وهي الفورمولا مالته. فهاي جزيئة المي الموجودة بي ايش راح تنطينا؟ راح ينطي فد قوام اللزج، وهذا القوام اللزج صعب انه يعني انت تسويه محبب. فلهذا السبب احنا ايش سوينا؟ يعني كسرنا وجبرنا شوية من السيتريك اسيد وشوية من التارتاريك اسيد على مود نحصل على القوام اللي احنا يناسبنا. زين، احنا كملنا هاي الفقرة، شوفوا هاي الفقرة هنا، انتم مجربين من تسوون هو هذا الفوار، ورا ما تكمل عملية هاي الفوران او الغليان مالته يلا شربونه، طعمه كلش مو طيب، يعني جدا جدا لاذع وهيك قبيح بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لذلك احنا شو وقت نشربه؟ اثناء ما التفاعل والفقاعات بعد تجري نشربه. ليش؟ لان هاي تفاعل الكربونات سوليوشن عنده القدرة انه هو يخفي اي طعم غير مرغوب فيه في المواد الطبية. زين، طبعا احنا نعرف اغلب المواد الطبيه اللي نستعملها هي تكون من النوع اللي عندها طعم مر اكثر من كونها عندها طعم حلو، فلذلك دائما كنا نضيف هاي سويتنينج ايجنت وما ادري شنو على مود شويه نسويها حلوه. اما هنا لا، هو هذا التفاعل كفيل بانه يمحي لنا هاي يسمونه الطعم المو طيب. زين، هسه شنو وصلنا لهاي الفقره، ليش احنا بالاساس استعملنا جرانيول او باودر كبير؟ هو من البداية الباودر الصغيروني انا استعمله يعني باعتبار اسوي له فالطريقة، واخليه هو اخليه بالمي بدل لا اجيب هاي الجرانيول الكبيرة. هنا الجواب يقول لان هذا التفاعل مال البارتيكل الصغيرونة يصير بطريقة مفاجئة وسريعة لدرجة انه الجلاس اللي عندك حينفجر،
زين، ورا ما راح ينفجر المادة مالتك راح تغادر، يعني أكيد أنت راح تخسر المادة العلمية فوق ما الجلاس انكسر. زين زين، ليش هي باعتبار بسرعة راح تصير وبسرعة وبطريقة مفاجئة؟ هذا الجواب وإحنا قلناه قبل شوية، إنه الباودر العادية إيش بيها القدرة؟ عندها ديسوليوشن سريع، عندها تفكك سريع، على عكس الباودر، على عكس الجرانيول، الجرانيول مو حجمها كبير، فالديسوليوشن مالتها بطيء. الديسوليوشن هو نفسه مصطلح الريت، هو نفسه مصطلح الريت أوف سوليوشن. فهسه الجرانيول مالتنا إيش بيها؟ عندها يعني decrease the rate of solution، شوية شوية يلا تتفكك. فلهذا السبب تفيدنا أن إحنا نسويها على شكل فوارات، مو الباودرات الزغيرونة. الباودرات الزغيرونة تكسر لنا الجلاس ونخسر المادة مالتنا. وضايف لك معلومة ثانية، يقول لك إنه هاي نتيجة إنه التفكك مالتها بطيء راح تمنع العفن اللي ما يمكن تسيطر عليه بالباودر. أتمنى يكون واضح. فهم لا تدرخون. هسه هنا هاي المعادلات اللي سولفنا عليها، هاي السترك، هذا السترك أسيد وهذا التارتاريك أسيد، المعادلات لسيت للحفظ مجرد فهم. شوف السترك أسيد معولي على الستركتشر مالتها بجزيئة مي، هذا السبب هي بها نوع من اللزوجة. أما الأخت هنا ما بها شي فتنطيها قوام هش باعتبار. زين، هاي النسب تحفظ. شنو نسبة الانجريدينت؟ هسه احنا صار عندنا ثلاث مواد، واحد قاعدة واثنين حوامض. أول شي راح نبدأ بالحوامض ونبدأ آخر شي القواعد. أول حامض، صغير تشكل، اول حامض راح نستعمله هذا الستريك اسيد. اول شيء الستريك نسبته واحد، ثاني شيء التارتاريك نسبته 2، 3.4 نسبه ال NaHCO3 البايكربونات. زين، فيعني اذا قلنا من هاي من ماده الستريك 10، فايش قد من التارتاريك 20، وايش قد من الصوديوم بيكربونات 34. زين، هي هاي النسب اللي راح نخليها على مود ينطينا القوام المناسب اللي احنا نحتاجه. مو صعب فهم، وهاي مطلوبة كلش مهمة دكتور قال. هسه بالنسبة لطرق تحضير الفوارات اللي متواجدة على شكل تابلت، عندنا اثنين، الاولى اسمها الطريقة الدراي او الطريقة الفيوجن، والثانية اسمها الويت. يعني ان شاء الله شرفنا على انتهاء. يلا رحبوا ويانا بالسلايدات المباركة، هاي السلايدات اللي انت تقرر تتركها وهي نفسها اللي تجي ثلاثة ارباع الاسئلة من يمها. زين، فانت ركز وياي لان بيها هواي ام سكيوات. هسا اول طريقة اللي هي طريقة الفيوجن، طريقة الدراي ميثود. اول فكرة راح تخطر ببالك بصفتنا انه احنا راح نستعمل الدراي ميثود، الجاف. الجاف يعني ماكو مي، مو صحيح؟ يعني انت ما راح تضيف مي، هو الشغل مالتك كله لازم كم يعني يتم بطريقة جافة. زين، وانت تقرا اول سطر يقول لك بوجود الماء، الحين هالتناقض. هسا وقت تقول جافة وشلون تقول وجود الماء؟ ايش راح اقول لك؟ راح اقول لك شوف مادة الستريك اسيد اللي هو هذا الميكيولار ويت مالتها، عندها بالميكيولار ويت مالتها جزيئة ماء. هاي الجزيئة الماء الموجودة في الستريك اسيد، الستريك اسيد هو ضمن المكونات الثلاثة مالتك، يعني اللي هي المادة الفعالة بها مي. فورا ما تأثر عليها بحرارة، فد شوية هنا تخلي لها فد مصدر حراري، راح ينكسر المي. يعني هاي ماء التبلور راح يصير منها وهاي راح يصير منها، فماء التبلور راح يتواجد ويا مثلا الباودر الموجوده وراح يمتزج وياه ويعني ويصير التفاعل ويتم للاخير. زين، احنا ما ضفنا مي، لهذا السبب اسمها الطريقه الجافه. ليش؟ لان هذا المي موجود بالفورمولا مال الستريك اسيد. زين، هذه جزيئه المي الموجوده في الستريك اسيد هي اللي راح تعتمد، راح نسميها بيندنج ايجنت. البيندنج ايجنت ليش؟ لان راح تربط لنا ما بين الماده الفعاله مالتك اللي هي الستريك اسيد والتارتاريك اسيد وما ادري شنو، تربطها ويا من ويا الباودرات الاخرى، او خلينا نقول ويا المي اللي هي موجوده بيه، وبالتالي يتم التفاعل. زين، هاي اول فكره، انه ليش موجود مي؟ مو موجود مي، هو الجزيئه الماء الموجوده بالستريك اسيد هي اللي راح تشتغل لنا على شكل بيندنج ايجنت. زين، بس هنا انا كاتب لك معلومه، يقول لك انه قبل لا تبدا عمليه تمزج، يعني تضيف الاكتيف انجريدينت مالتك وتمزج هواي الباودرات اللي عندك، شو تسوي؟ لازم تطحن الستريك اسيد، لان الستريك اسيد ماده كريستاليه. زين، فانت من تطحنها راح تسوي القوام مالتها ناعم، فبالتالي راح يشابه ويا الباودرات الاخرى اللي عندك اياها، وبالتالي ينطيك شكل موحد. زين، هسه عفوا هاي السطرين بعدين نرجع عليهم. نكمل لك، يقول لك ورا ما كمليت عمليه الخزن راح تجيب هذا القوام اللي طلع لك، خلينا نقول عجينه، تخليه في صحن مناسب، وراها تخليه بالاوفن درجه حراره من 34 الى 40، وراها تعرضه لمصدر حراري، يعني اوفن اكيد مصدر حراري. المصدر الحراري ايش راح يسوي؟
راح يطلق لنا الحرارة، يطلق لنا جزيئة ماء التبلور الموجودة وين؟ موجودة بالستريك أسيد. هاي الجزيئة إيش راح تسوي؟ راح تذوب بجزء من مكس الباودر، وبالتالي راح يصير تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي راح يحرر لنا الكربون ديوكسيد مثل ما اتفقنا عليه قبل شوية. زين، فهنا أنا شو قلك؟ يقلك راح تلاحظ إنه الباودر مالتك اللي مستعمله مثل قوام العجينة. ليش؟ لأن هاي جزيئة ماء التبلور الموجودة راح تخلي العجينة مالتك ناعمة، أو خلينا نقول شبه سفنجية. فمن تصير سفنجية تصير شنها عجينة. ورا ما وصلت لهذا القوام الشكل العجيني ايش راح تسوي؟ راح تطلع من الاوفن. ورا ما تطلع من الاوفن راح تمرره بسيفز، يعني عندك فد منخل ينطيك الجرانيول والاحجام اللي تناسبك واللي تفيدك انت. زين، خلينا نشوف شنو هاي السيفز. رقم 4 ينطيك جزيئات كبيره. احنا متعلمين العلاقه عكسيه، كل ما يعني قل الرقم تزداد، يعني قل رقم الميش سايز يزداد ويا السايز سايز نمبر. زين، هيك العلاقه تصير عكسيه ما بين حجم البارتكل ويا عدد البارتكل. فهنا 4 جزيئات كبيره، من صارت 8 صارت جزيئات متوسطه، من صارت 10 جزيئات كلش صغيره. طبعا كل ما تتقدم راح تقل. وراها الجرانيول اللي طلعت لك من خلال هاي المنخل تروح تجيبها وتجففها بحراره ما تتجاوز ال 54، وبالتالي على الفور راح تنطيك شو يسمونه القوام اللي انت تريده. زين، هسه هنا أنا بقت لنا فقرتين ما ركزنا عليهن، هي هنا أنا قلت لك وانت تشتغل ضروري الآلات سواء مال السيفز او سواء آلات اللي سويت بيهن ميكس لازم يكون ستانلس ستيل، لازم مقاومات للصدع وللتآكل. ليش؟ لان احنا عندنا تفاعل اسيد، واحنا نعرف كل زين وخلال الاسيد الموجود بجسمنا انه المواد اللي تتفاعل ويا اسيد تتآكل، خصوصا اذا كان اسيد قوي. فبالتالي انت لازم تستعمل مواد تقاوم تأثيرات الاسيد. زين، تقاوم تأثيرات الاسيد الموجود بتفاعل مالتك، لان هو اسيد بيس يعني تفاعل رياكشن، فانت لازم تخلي المواد ما تتأثر بالاسيد. زين، هسه انا شي يقلك؟ يقلك انه هذا التفاعل بطبيعة حاله انه هو سريع، يعني عمليا سريع، بس شو وقت يصير بشكل اسرع؟ لما انه عندك لو هيوميديتي، يعني الرطوبه تكون قليله كلش. ليش؟ لان هاي الرطوبه تساعد ماء التبلور يرجع يعني بالستريك اسيد مالته بدال لا ينطروحه. زين، فانت لازم توخر الهيوميديتي على مود تمنع امتصاص الرطوبه، وبالتالي يتم التفاعل قبل اوانه. زين، يعني شلون نقول انه انت بعد تريده يطول التفاعل هو انتهى. زين، فانت تسوي بجو ما الهيوميديتي تكون قليله. حتى هنا انا كاتب لك معلومه يقول لك يا بان وانت تحرك بالباودرات مالتك كون اسيد ريسيستنت سباتشولا، كون الملعقه اللي تحرك بيها تكون مقاومه للحموضه. زين، ويعني خلصنا اول طريقه. بالمناسبه كلمه فيوجن ليش سميناها بالفيوجن انصهار؟ لان احنا بالخطوه ورا الميكس استعملنا حراره بطريقه مباشره. ليش سميناها دراي؟ لان بطريقه مباشره احنا ما ضايفين مي، وانما المي موجود بالستركتشر يعني بالفورمولا مال الستريك اسيد. وش راح يعمل؟ يعمل على شكل بندنج ايجنت. هذا الحكي فهمناه ان شاء الله. نروح الويت ميثود. هاي من اسمها ويت ميثود، يعني احنا راح نرطب، يعني احنا راح نضيف مي. فمن اقول لك شنو الفرق بين الويت ميثود وبين الدراي ميثود، ايش راح تقول؟ تقول انه الدراي ميثود شو استعملنا؟ استعملنا بندنج ايجنت. كانت موجوده؟ كانت موجوده بالستركتشر مال الستريك اسيد، مو صحيح؟ هاي اتفقنا عليها القضيه، يعني مصدر الربط اللي صار لنا قبل شويه بالدراي هي جزيئه الماء الموجوده بالستريك اسيد. زين، اما هنا لا، قضيتنا مختلفه. ايش راح نسوي؟ احنا راح نضيف مي. هذا المي راح يعني نسميه عامل مرطب. هناك سميناه بندنج ايجنت، هنا لا، عامل مرطب. هذا العامل المرطب هو راح ينطيك الجرانوليشن اللي انت تريدها. زين، يعني هاي فروقات شويه مهمه. هناك ايش استعملنا؟ استعملنا بندنج ايجنت. هنا ايش استعملنا؟ استعملنا موشيسنت ايجنت. زين، هسه ايش بقت لنا؟ بقت لنا بس فقره واحده لازم نفهمها ونستوعبها كلش زين. اكو جزيئات ماء نتخليها بوسط مائي تبلع الماء، او خلينا نقول تمتص الماء، اللي ايش قلنا عليها؟ قلنا الهايجروسكوبيك.
هسا عندنا مصطلح اسمه الانهيدروس. الانهيدروس هي الجزيئات اللي ما تستحمل مي، او خلينا نقول ما تمتص مي، او خلينا نقول الستركتشر مالتها ما يستوعب يجيها مي. على اساس الستريك اسيد من تطيها مي تلقائيا تاخذها، ليش؟ لان هي عندها جزيئه تبلور. بس التارتاريك اسيد لا، ليش؟ انت من تضيف لها مي هي من نوع الانهيدروس، من النوع اللي ما تمتص المي لما نتخليها. وين اريد اوصلك؟ اريد اوصلك انه احنا هالمره من راح نضيف المي، هذا المي مو يروح للبارتكل ويدخل بالستركتشر مالتها ويكبرها ويصير على شكل جرانيول، لا، انه هذا المي الكافي اللي انت راح تضيفه يعني يروح المقطع واحد، هذا المقطع ينطينا قوام، شلون نقول عجيني، قوام يعني باعتبار يمكن الواحد يقدر يتحكم به. يعني المي اللي انت ضفته ما يأثر على الباودر، لا، وانما يساعد على امتزاجه وينطينا القوام المناسب. زين، وانه بشي يقول لك باقي الطرق تكملها بنفس الطريقه مباشره اللي استعملناها بهاي طريقه الدراي ميثود، يعني هم يقصد تخليه على النار وتضيف له مي، ورا ما تضيف له مي يعني يصير تفاعل، من يصير تفاعل يتنقل بصينيه، والصينيه تجففه، يعني من هاي القضيه. زين، والحمد لله نكون خلصنا المحاضره. اللهم صل على محمد وعلى محمد.